احنا حبينا نروح بقى بشكل اجتماعي، يعني برضو انت لما بتسأل خبير اقتصادي واستاذ غير لما تروح لمواطن عايش بقى بيشوف كل يوم في وسط الناس وسط الشارع انطباعات اللي بيحصل. المواطنين بيبقى لهم كمان رؤيه لان هم اللي بينفذوا. الدنيا غاليه فبتقع عليهم، الدنيا بتتحسن تقع عليهم. فخلينا نروح كده لهولندا وناخد مواطن مصري يعيش هناك. استاذ سامي جمعه، مساء الخير يا استاذ سامي. اهلا، مساء الخير حضرتك. مساء الخير على حضرتك. حضرتك طيبه وحضرتك طيبين. وحضرتك بالف خير. يعني كنا بنتكلم عن ارتفاع اسعار الطاقه اللي موجوده في اوروبا، فكلمنا بقى يعني انت مواطن مصري وعايش في هولندا، كلمني عن الحال عامل ازاي، يعني الناس بتتعامل ازاي لارتفاعات التصرف في الحكومه، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ والله احنا اللي عندنا حصل الفتره دي، السنه دي بالذات، من فتره بالظبط الحرب ودلوقتي مع روسيا واوكرانيا، ودي بقى لها تقريبا سنه، هي حصل في 2 فبراير تقريبا او 4 فبراير، شهر فبراير من سنه دي، احنا حصل عندنا ارتفاع تقريبا لا يقل عن حوالي 40% من اسعار الوقود والطاقه عامه. تمام. يعني احنا عندنا مثلا لو انا دخلي باخد مثلا 2000 ايورو في الشهر، كنا بندفع مثلا في حدود 400 ايورو غاز كهرباء ميه. دلوقتي بتدفع كنت بتدفع 400 يورو كهرباء وميه. بالظبط يا فندم. الكلام ده كان يعني ربع دخلك تقريبا. تقريبا ربع دخلي، دلوقتي بقى اكتر من نص دخلي. احنا بندفع مثلا في حدود 900 800 900 ده تقريبا نص دخلك او اكتر كمان. تقريبا يا فندم. تقريبا نص دخلي تقريبا يعني. ودلوقتي الطاقه عامه، البنزين كنا بندفع يورو 60 في اللتر، دلوقتي وصل 2 يورو، ومن حوالي شهرين كان ب 2 يورو ووصل 2 يورو ونص. فدي طبعا كان مبالغه كبيره جدا في السعر طبعا وفي ارتفاع الاسعار، فدي اثرت في كل حاجه، فاثرت في النقل، اثرت في ان احنا نروح نعمل سوبر مثلا طبعا. اللي كنت بعمله مثلا في حدود 10 يورو ادفع فيه دلوقتي 16 و17 يورو طبعا. كان في نقص حاجات كتير في السوق، في منتجات كتير. انا سمعت كمان انه حتى التدفئه، الناس ما بقتش تعمل تدفئه كامله طول اليوم. لا يعني طبعا ما بقتش الناس خلاص لازم ترصديها. طبعا يا فندم، احنا ما كناش نقدر، احنا كان الطبيعي بتعمليها على حوالي في حدود مثلا 20 درجه اللي هو تدفي البيت، انت دلوقتي بتحاولي تخليها تنزلي على 16 15 ايوه عشان تقلل بالظبط استهلاكك للميه، الغاز، الحاجات دي كلها كانت بتفرق معانا كتير جدا. طب بالنسبه دلوقتي. بالنسبه استاذ سامي، بالنسبه للبنزين والوقود، انا عارفه انه في اوروبا زاد كذا مره، يعني حتى من الفتره اللي قبل الازمه ودلوقتي زاد بعد الازمه الروسيه الاوكرانيه. دلوقتي الوقود كان مثلا احنا بندفع في حدود يورو ونص، يورو 60 في اللتر بنزين. كام بتدفع كام؟ يورو 60 سنت، يعني يورو ونص 60 تقريبا. يورو ونص مثلا. دلوقتي ونص. احنا بندفع مثلا اكتر من 2 يورو، وده برضو فرق كتير في ان انت بتستعملي العربيه بتاعتك طبعا، بتستهلكي وقود، فكل ده بقى ضغط عليكي التنقل بشكل عام، يعني حتى اللي بينقل بضاعه التنقل بشكل كل عام. حاجة ذات، كل حاجه زادت، كل حاجه زادت يا فندم. يعني احنا بنروح نعمل السوبر بتاعنا، بقول لحضرتك اللي كنت بتجيبيه ب 100 ممكن تدفعي دلوقتي 160 170 يورو، ده لو لقيتي كل حاجه موجوده ومتوفره. كان في فتره مثلا ما فيش زيت هناك. مثلا تروحي السوبر ماركت عايزه 2 3 زيت، انت ليكي واحده. يعني كان في نقص في حاجات كتير جدا، دلوقتي بدات تتوفر بس سعرها غالي جدا. كل المنتجات غليت جدا. لان النقل يعني كل حاجة. يعني حتى لو متوفر بس سعره غالي جدا، فهيبقى الناس برضو ما فيش اقبال، لانه السعر الغالي هيقول ان انا مش هقدر مش هاخده. يعني في حضرتك غصب عنك في حاجات انت ضروريه، حاجات اساسيه تستخدميها، حاجات اساسيه ما تقدريش تستغني عنها. اكيد. يعني مثلا لو كان ازازه اللتر كان الزيت مثلا بايرو، دلوقتي بقى ب 4 يورو. 4 يورو ازازه الزيت. ازازه الزيت اللي هي الازازه العاديه يعني. فده فرق كبير. احنا بنشتغل بقى في حاجات جمله. طبعا. كنا بنجيب اللي هي الجيركن ال 20 لتر كنا بنجيبه في حدود 33 يورو، دلوقتي بقى ب 90 يورو. يعني ففي فرق كبير جدا. لا فرق كبير طبعا. كل منتج طبعًا. عندك لازم تزوديه عشان أكيد. تعرفي تعيشي. يعني لو كان مطعم، الاسعار كلها زادت في كل حته، وده غصب عنهم وغصب عننا.
يعني احنا اكيد ما نقدرش احنا نعمل اكتر بنتمنى من كده. الامن والسلامه وسامي يعني تعالى كده في حضن مصر، الدنيا برضو بتعدي هنا رغم اي ازمه كلنا بنعديها. بشكرك جدا ونتمنى السلامه لكل مواطنينا ونتمنى لينا السلامه، لانه الازمات زي ما انتم شايفين يعني في العالم كله. الاستاذ سامي جمعه مواطن مصري يعيش في هولندا، بشكرك جدا. وزي ما انتم شايفين خلاص العالم كله بقى يعيش في قريه او في بلد او في مدينه واحده، كل الأزمات هتلاقيها زي المراية يعني تقلب هنا تروح هنا، كلنا عايشين في نفس الـ 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 الأزمة نفسها. علينا بقى إن إحنا النجاح من الأزمة هو التفكير إزاي أنا أقدر أعدي، لأن كل حاجة بتعدي وهنعدي، يعني مش هنقف عند كل ده، هنعدي أكيد.